الرسالة ترجع إلى قائد شرطة بيقار اللي يقول دولة 20 نفر وانتهوا. لا أنت غلطان، كلش غلطان، هاي 20 نفر شوفوا. ليش ما رجعنا للوراء؟ تمت مداهمة بيتي قبل شوية، كسروا رجلي اثنينهم واخذوا سيارتي وضربوا أمي وضربوا أهلي وضربوا حتى الأطفال بالبيت. خلصت نفسي بشق الأنفس، وأنا الآن يعني حتى المستشفيات ما جاي أقدر أروح، حتى للمستشفى ما جاي أقدر أروح، لأن يتم اعتقالي ويصير بي اللي أسوأ من هيك يا ناس.